نساء حوامل، أمهات بالأطفال ديالهم، نساء متشردات من جائحة كوفيد ليومنا هذا. استقبل مركز درب مولاي الشريف بجمعية ماما عزيزة 200 نزيلة، الحمد لله درنا اليوم الإدماج اللي صالحناها مع والديها، اللي رجعناها البيت الزوجية ديالها، واللي بدون مأوى الحمد لله مازال كيتواجدوا عندنا. حاليا درنا لهم تكوين في الطبخ والحلويات، تكوين في الفصالة والخياطة، تكوين في الأعمال اليدوية. دايرين شراكة مع وزارة الصحة، كتجي عندهم الطبيبة، كنديوهم عند الطبيبات اللي غتولد. كي مشكورين السلطة المحلية، السيد القائد هو كنتصلوا به في أي وقيتة، السيد الباشا كنتواصلوا، كتجي لومبيلونس، أي حاجة كنوفروا لهاد الناس، المأكل، المشرب، المبيت، اللباس، أي حاجة. الطاقة الاستيعابية ديالو هي 30 نزيلة. جميع الحالات عندنا، عندنا الأمهات العازبات، عندنا نساء مسنات، عندنا النساء اللي عندهم مرض نفساني، عندنا النساء اللي هما عاديين. انا سميتي ملكة، انا من الديور اللي الين السقوط، يعني طاحت لينا الدار، لقينا راسنا في الشارع بالليلة والصباح ديالها، لقينا في الشارع، حطينا المانط ونعسنا صافي. كان جاو قال لك خاصك تحيدوا تمن هنا، ما لقينا حتى شي اعانه، ما لقينا حتى شي حاجه، تجابونا لهنا. ولكن هنا ملي جيت لهنا ما حسيتش انني خارجه للزنقه نهائيا، يعني حسيت بواحد حياه اخرى وناس اخرين، واخا مراد فيهم المحنة على اللي برا، يعني كيتساعدوا معانا وكل شيء. وماما العزيزه حتى الله يرحم والديها ما مخسره ليا حتى شي حاجه، مقابله ليا ولادي، عطاونا الماكله، الشراب، اللبس، يعني دارنا. ما حسيتش انني خارجه للزنقه نهائيا، يعني ما حاسش انني خارجه للزنقه، يعني في دار اخرى، وعندي خواتات اخرين، وعندي صحابات اخرين، وعندي ام اخرى اللي حاسه بيا وشاده ليا ولادي. ملي كتجيني كاع خدمه كنقول لها ماشي خدمه، كتقول لي سيري الله يسهل عليك بنت. جرب عليا والديا وجيت عند ماما عزيزة وتهلات فيا وكلاتني وشرباتني، وكنذكر السيدة نادية والسي الباشا. والديا ما بغاونيش وتكر في الزنقة وجاو شيناش وجابوني هنايا. جيت هنايا وتعلمت الخياطة والطرب وكلشي والقرآن.